السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحب هذا قيمة هذا مالي وأنا سن صدق كلا كلا أنتوا ناس كنوا سودوا هذا برنامج كنا ورجال سر أبو عسن عوانا ده سمعنا قدر بدي سبورس كودن ببريس كحالة قال لا كلا كي جدا عم بلاك باستر كماش كليفر بول سيتي دحمر حالي هالقصو إلا هذا يا ولي عوانا سار صاحب بيال صدق كلا جودا إسبي مركي لأدن ريال مدريد يدب عم مركي لأجنة هريال كوا بل عربي كدي مركي حالة أفر يكون في تين كوحدة سلتيفيجا تلياني هدي لأديفنتوس واس ديبان إن إنتر بورسان إسكدافة واس كلا بعد يا لقلا ورجال صاحب هذا قيمة بدون حين الله رمضان مبارك بالمركو عن كل لابنا وحيابي حالة كندا عجرانك أنفل يشان وحياب أولي هذا اللي هيكون كي حالي هالوقت كل تي قدام بنتي نتيجة سعي أنفع هذا كوحد أرسنال وبريمليج هو جانكس لو ورجال إلا لقى جارة لما أتك بشان أما صدني كود مارسنة جانا ديسكا يا بريمليج سيو جامين دونا سوبت تدبات كان وصف ولا إف كاب على عيارة كدي قرمة على عادي دونا وحكي كده جانت يا مركو أول مستي 15 days أما كبدن جانا ديسكا بريمليج هو جامين دونتو هذا أنا أوصل لابن عيارتي أم في الحالة كده على وحياب على وح صن دونا وحكم إذا شن وحياب وظهر سقاط بكواد كلاب يو جارديولا دجال كي ودم بيميا نحمر على ultimate battle مؤه سوبت يا كلاب وكل واقعي إنه عيارة هذا عن ليفربول كتير دونا كدي بنصينه وقلها وحلي مركو لو ده معني حفالة كده حي حالة وحي موجيا وحي هاد مع السلامة دي ودم بيسوي كده تجين تجارياش ستة ليفربول سوبت وكلهم وحي صوبن دجان أنا كلا عبسن إن كوه كستان الجوش وقال أنت سيد السكوار مركو حلي مع السلامة دي وحي ساب بنا يا نحمر تكلاب يا نيكل ومع عبو جارديول أدو حفالة تمان عيارتي هالي هالو كلا تجيم وعكلا قذب كلا بعد اللي لو بكرن عيارتي إنه قن يساعد عن جول كي ليفربول أنا رادري جوارد ليفربول لجدي على الدفار أو إلا هاد مرونة بدن كده شان جرايدة حتامان تيستكلاب وحول بقول كي بقول رجورة أهد دوني دو قف كست أو حول عيارته دا وأنا وأركي كر لكن ما أقانه وكده ودي سبب تجرسور كي على الدفار بو رجورة دب عن ودي دنو كبد داس حيود اللي جرم وداكو هرانتي أو كارتي أنا عادي هنا مكالس ترحبت كده نفتي مركو حول هدي شرعي وكبد عك تلفيرنا وفاول وأنا رجورة لكن ما أقانه لي سبب تجرة نقول دي دو قذب كله أو ضد ده ويل إتاعن تاي وعكلو عيارتي حالا دب عن لجبرت أو ضد ده إتاعن تاي باب جارديولا وأنا أقول كان وول كلاس بلاير إيماهن كدي مركي كيفن دي برون إيغا صباح ودا ستي سيدة داد كعمنا لغو سعودي كوبات كاستوي قل داين وارر كلا جوكس لانا كو سعودي وحو اسلا باب سيكو جوجين كرتاتين بدان غو آن وينو قاعت مركو لها دي برون أو كو حدو كان وميسان كو علوس إيغا صباح كيفن نو كو قانع وامورن بدان وكان لكن باب وحو داي هدو ربا كيفن يوسن قانع عند باعتا مالهن أنيق وحو لو حانو أركو لها كو حيد هالستي كو سعودي كو جوجين كرا أو كلي إنا كو سو كو دي قد حد لها دي كو بدان عيلين كرا وحونا لها مركان كفاسج كان كو بدان وعش تو داي علايس كي يدر darti wararki inuu socdo xooga uu naga dago dhahay bandhigeena uu fiicnaa marka bixitaanka de bruno aan ka baxsuday ciyaarta waa ku saxsanaa oo dhahay guardiola dibbana wuxuu dhahay hadda waa ku qanciyo oo taasi wuuna faraxsan yahay natiijo muhiim ah soo helay barbar aan soo helnay ciyaaraha xigan karaba oo de bruno inuu shaqeysto laakiin beeb wuxuu muujiyay why he is the master plan uu yahay oo u fahmi kara maashi wax laga haysto uusan aqoonin ninkan nin weyn waa garoon ku deesado isdhaho qaabkan wax kuma soconayn wax ka bedel sidoo wax u bedel xalay u socotay waxa kale oo xalay waxyaabi la iloobi karin kamid oo beberiska maanta xusaayn luis diaz iyo bandhigii aan caadi ahayn uu sameeyay special night laakiin diaz waxa la finishing ka dhiman clinical finishing hadii waxa la booska diaz uu ku jiray maxamed salaax uu xal ku jiray lahay caafimaad qabkiisa fid u ahaan la fursadahaas faraha badan uu helay hubanti ahaan salaax shabaq qubsan la marka sheekadu waxay soo biyo shabaneysa special diaz uu yahay laakiin finishing kiisa ayaa dilay liverpool markii waxay u baahan yihiin they need salaax inuu soo laabto formkiisa uu soo ceshto dhaawac gadaal iska marsiiyo si uu naadigan u caawiyo good news ka liverpool u jirana xitaa maxamed salaax hadda xulka qamasar waa laga reebay kulamada ciyaar doonaan iska nasaale marka taas waxa la ka dhigantay inay ka caawin karto inuu fitnesskiisa ku sii dadaalo liverpool nu caawiyo 10 kulan harsan ugu dambeyntii waxa la dabcan title loolan koreyalka premier league wide open oo furan yahay 10 kulan harsan hal dhibic u dhaxay saddexdan kooxood arsenal farqiga goolasha horeyal ku hayaan koox kastaba 10 kulan oo harsan horeyalkii ugu xiisaha badnaa ayaa la daawan doonaa reer gananiska oo gaanka liverpool labaad ay ku jiraan farqiga goolasha sitten hal dhibic aan looga haya waxa la markaa natiijada xaal waxay ka sidigtay loolan koreyalka inuu noqon doono mid aan loo kala kici doonin ilaa iyo maalinka ugu dambeeya saaxiibyal beberiska waxa ka muuqda markaan ka tagnaa mowduucii weynaa xale tottenham hotspur oo soo laabteen kadib markii 4 ay kaga badiyeen aston villa ayadoo ahayd ciyaar fil half core fursad baan iska qasaarin kadib laakin second half ka dambe la dilay markii ciyaartooda Madison iyo Johansson shabaqa gaareen kadib City casaani qaatay Magina ka qaatay waxa soo gabagabeen Son iyo ninkii ahaa Timo Werner oo shabaqa gaareen aynaade kooxda Aston Villa casaani qaatay markii waxay kaga dhigantay hadda naadiga Aston Villa laba dhibcood kaliya ka sareen Tottenham Hotspur boos ka shanaad fadhiiso sidoo kale kulan gacanta ku heysta markii Ange Postecoglou uu kooxdiisa oo season fiican ku jiraan waxay u badantay inay booska afraad la wareegi doonaan hadii ay bandhigan joogtayaan qodobada gossipkii sheekooyinka lagu gudaa Ingiriiskan soo qaadanay kadib waa ka soconaynaa gossip
ويل نحاس تكوح ذا مانشستر يونايتد أو بقول مليون أو بون أقول دون تويل كلو مجا أو نيفس أو ناديجا بنفيكا تسن إريك تناغ نكو قعد كسناي إن لوكن واسع على التونجر جو نيفس وقت كده حقب سناي حتى وحال يدعو عن ملكيلا مانشستر يونايتد سجيم راتكليف أصلا هو أخبري لعقتهم والذي إيجاريس أو بقول مليون أو بون إن صاحب يالني كان لقى صبح يتيد ونعكسن وصع على التونجر كاسي دمرر يدايل من الدابع يعني إن عكلتنا مانشستر يونايتد وحال لي صاحب له حيس كده دون تحقاقة إن سوق عن هاري كين أو صدنجر هدي وديار ويدبن وصلاة برملي كنس وتجاي كوحد إف سي بارمجن مركو حيل عرق سو إلا هذا سد give me sport الدابع عسو إن عكلتنا كوحد ليفربول وحال لي هذا لو معلن أي صور ربتين ليستي وقدم بيو أركان إن كلوب أي بدلي كان معلمين تسوح أوه الرجال روبرت دسربي وهو جاميو وحال لي دبن كوحد برايتون يي جوليان نجلسمان وأسيجن حلك جرمل كوه جاميو نجلسمان وح كل ما ناس مركو بلان بيو إيه إن كلو مجا روبن أمرون أو سبورت ليسبون هو جاميو ماشي وعكب بعد مركو ألونسو بعد جوب كليفربول وجرن حل ألونسو كله وهي إنه أدى دون بار مجن أما أسيج جو دون ليفركوزن سيدا فوتبول إنسان الدابع عسو إن عكلا جرمل كلو مجا عجوش وكيمج أو سجلات نجرو قندراس كو باين كل جري كهرسن تسجل التوم بلاد نكان كونتركت إنه كرلي ودي ذي حل برملو كوسو جيدو ما يونايتد مان سيتي ليفربول متقادو كبير دونا سيدا 90 مينت الدابع عسو صاحب يلكو عدا أرسنال وحي ديار أو تيران كود لو مجا عكيرن ترني إن إيبيان نكان نحي كود دونيا لبا تيمليون أو بون أي كربان سكوتش كل حلوة تنجر كه سيدا دبعا give me sport الدابع عسو ملكي دي ذا جانرز كسك الله دهين إن عكلا جيلسين وحل ولي جو أن ماسك جارين سيدا لقيا لدونا مستقبل كونر جل جرا أفر لا تنجر كدي مركي قندراس كون isku fahmay Spurs sahay si gaar u qabto sida code offside ee daabaca saxan u badantay xagaaga in la kaashi doono galagar in akalatan Chelsea waxay diyaar u tahay ku dhawaa 15 ciyaartoy xagaaga in EPL si balance ugu isku dhilitaan maadaama ay ka cabsanaayaan nidaamka dhaqaale wanaaga EPL ee Europe inay garaax ganaax kala kulmaan sida football London ee daabacaysa in akalna Manchester United waxay diyaar u tahay mushaarka Wilkooda Kobe Minaw inay u saddex laaban 18 jirkan bandhig fiican sameeyay qandaraas soo qalin ku duugi doona heshiiskiisa wuxuu gaarsiin doona ilaa iyo dabcan June 2020 صدن سيجد دسن الدابع عصام. إن عكلتنا أي سي ميلان وحي وذا حاجات كل جيران جاكوب كوير وأفرلات نجرو دافع كجع يا ركوع ذا أرسنال بولش إيه. إن حقاقة سوق تنسيد الشبكة ذا في ججس يو تيم توك الدابع عيان. من كاسي جودا إسبانيا أدينا إن مدريد حالة بيننا مسكنا صار لجناح يسوقون مقنع عيارته الدوانة فينيش سكالين سقاطي وضع برفومنس بنديق وبرازيليان كان سمي إن بعد ما هن حتى أرض جورا القيمي دم عيارة الشبكة وجار تركش سالة منجرك على سكو سكدة جي ردي جار جول ومدح الشبكة كوب صدي حدقها أنجلوتي مرك عرضة دقيقة اللي كان معانا كوري كوح ذا مدريد رفع البنتس وسالت فيجا وتي مرك جرايد إسبانيش كحكا هلا ما أنت جوش مدريد وكسي دوانة سنة شد هريالك يو صدق على الشبكة دم مرك مرك يعني وحكا هلا يوم برهيم الدياس ونيد كجبي مرك لفيريو إسبانيش waxaan doortay inuu maro ka matalo diyaas wuxuu dhaanay isbeen waajacalna u ciyaar laakiin duluus telefoonta tababara isbeen qorshihiisa qayb kamii intan kadibna ma sugan kariyo ka dhawaajiy markaa wiilkan go'aan uu gaaray saadartay markaa maroka ayuu ku biiray markaa markii ay soo xikaysimeen guushii weyn ee madrid ay gaartay horyaalka ee la carawday ka hadlayaan iyo sidoo kale diyaaskii dabcan marokaanka doortay niyadana ka jabiyay leey dabcan markii la eego reer isbeen oo idil go'aanka uu qaatay in akalna markii aan filino kooxda madrid guushii xalay ay gaareen oo sidoo kale ahayd gool qurux badan waxa leeyahay laba gool oo kama ayaa ku jirtay inkastoo Rudiger xitaa gool ku sheegay kar laakiin waxa loo qor inay gool kama inay tahay Turkish ka tayada wanaagsan Arda Guler Ancelotti uu boori wuxuu ku dhiirigeliyay wuxuu dhaxan kaara bandhigaaga joogtay waxaan u badantay wiilkan goolkan shabaq u gaarsiiyay in moral dhis ay u noqon doonto aqyaarta qiimaha badan natiijadan waxay kaga dhigantay kooxda Las Blancos oo Real kana gacanta ugu jira Champions League waxay joogaan quarter finalis sida aan ka warqabno oo kulankii ugu dambeeyay Leipzig barbardha xaaliyan la galeen isku darka labada lagu waxay kaga soo baxeen 2-1 Real waxay leeyeen 69.82 kulan ee horyaal ka toban kulan ka harsan halka Girona 62 ay leeyihiin waxay ka sareeyaan almost sida hadda muuqata 7 ay ka sareeyaan Barcelona oo gaanka waxaa lagaa 8 waxay ku jiraan kaalin saddexaad oo 61 ay leeyihiin Barca horyaalka difaacaneysa laakiin waxaa muuqata in seasonka dhanka Santiago Bernabeu uu aadi doono horyaalka Spain hadii aan eegno shabakada sport iyo dhinaca kale markii la eego Mundo Deportivo waxay ka hadlaan Xavi iyo qorshihiisa kulanka Napoli uu doonay inuu kala hortago 4-3-3 ciyaar doona sida sport ay soo daabaceyso ayadoo Ter Stegen uu goosha qaban doono Kubarsi Aruqo Conde iyo Cancelo kaashan doona halka Christensen iyo sidoo kale Fermin iyo Gundogan ay noqon doonaan qadka dhexe Lamine Yamal Joao Felix iyo Lewandowski ayuu doonayaa inuu la soo shirtago Xavi kulanka todobaadkan bartamihiisa muhiimka oo gool u baahan Barcelona si ay u soo baxaan quarter finalaha sidoo kale sport iyo Mundo Deportivo waxay leeyihiin
كلوب إي غارديولا وحا دحمر كولانكي وحا ماسد بنا إلا داودي إن دوالا إن عكالتان مودة ديبورتيب وحيدة هال حلالها الشايف هوريا لوحي تاي عيارتويد وهستوا يريهن دا وعيب بدنا كوحدة كجرو لكن وحو رجينا ساسي تهيني إن كولانكا دبعان ومهم سن إيه كوصف فولا كوحدة نابوري إسحاليو سي إيه وصف بحان كوحدة سا تنكاس إيه كواتر فينالها أقياري قدها ترياني غان تغينا إنتر ميلان وحالي دبعان كو حاكلا وشاقينها صوبتا يبنتوس أتلانتا كولغين لبي إلا بي إلا غلان وحاكفا إيستي ميلان أو بوسكا لبات كالوريغين اللقري وعلاس بدنا سوكورا يسيد هذا موقتا صوبتا كولان كي ودن بيبو والا ودaga markaa marweeda duqda waxa la horyaal ka kasbaran booski labaad ee hadda lumiyan gaseeto kale markii aan filin waxa leeyihiin Stefan Pioli ku xisminaan dadaalkii weedan ugu dambeyntii kaalinta labaad ee la wareegan Christian Pulisic goolku shabakh gaarsiin ku filnaaday inay kaalinta labaad dabcan la wareegan in akalatan Allegri ma faraxsano Juventus lama guuleysan karto Atalanta barbardhac la galeen waxa la qaadan kara ma todobaad kulan ugu dambeeyay Juventus ciyaaran waxay heli kareen saaxib El Koila tan dibcod laakiin waxay ka qaateen lix dibcod oo kaliya taasoo keentay Inter horyaalka inay la tagto ciyaarahanka Juventus ee doonaya xagaaga inay soo qaataan Kub Miners ayaa ku xadan ay qaabay kadib markii laba jeer uu shabaqooda gaaray in akala Simone Inzaghi Inter wuxuu u diyaarnaa Champions League arbacada waxa la qarnay ma hanu ka dhawaaji in hadafkeena uu yahay inaan Atletico Madrid reebno waliba Inzaghi wuxuu la xitaa dhankaasi Madrid barbardhac uma tagi doono guula u baahanay lugti kuwadna Inter hal gool ee ku badiyaan san ka warqabne Corriere dello Sport markii aan firna ayagana waxay leeyihiin ninkii ahaa dabcan Kub Miners oo Juventus ay qaabay horyaalkani Inter Milan gacanta u galiye Dutchman kan waxa la wamidka Juve ee doonays laakiin xalay Allegri uu istaaji kadib markii laba jeer uu shabakh gaaray in akalatan Kambiasi mil goolasha Juventus u dhalshan waxay u tarwaasay Bianca Neri markaa da xaaladda ku xumaaneyso booski labaad bo Bolus ja kala wareegay Milan hal gool ee barkaga badiyan in akalatan kulan xisabna wuxuu dhaxmaray Fiorentina iyo Roma oo barbardhac laba iyo laba lagu kala tagay ayadoo Daniele De Rossi uu diiday inuu isdiibo xilligii dhimashada Laurenta ciyaarta wuxuu ka dhigay laba iyo laba daqiiqadii 90 iyo shanaad hadda De Rossi wuxuu la still waxaan gali karnaa booska afraad inkastoo ay ka sareysa afar dibcood dibca gaaray kooxda Bologna oo booska afraad ku jirto in akala diyan eegno jaraaidka anke tuti sportiva ayagan waxay leen Juventus iyo Allegri ma dhaqaaq karaan banoonigana wuu ka istaagay dhacdadii muhiimka tartanna ma gali karaan difaacoodana kooxdan wuu furan yahay kaalintii koowaad loo tartama iska dhaafay kaalintii labaad ayaa lumiyan saddexaad ayaa u dhacay markaa waxay leen jaraaidkan xaalad Juventus way soo xumaanaysaa xilli sidoo kale Adrian Rabiotna shaki la gelinayo kooxdan uu sii joogi doono qandaraaskiisu uu ku eegay dhamaadka xilli ciyaareedkan waxaa laga yaabaa markaa Franciscan kooxdan uu isaga tago oo koox kale uu dabcan Yurub uu ku biiro sida la soo daabacayo saaxiib yahay waxaan soo qaadan karnaa hadii aan jiraa'idada ka tagan dhankaasi qaaradaha kale aadno kooxda Inter Miami kulankii ugu dambeeyay horyaalka Major Soccer League ciyaarin waa laga badiyay Montreal ka badiyay Messi Lens kooxda ma dhaqaaq karto xitaa Suarez iyo Busquets laguma soo bilaabin waxay ahayd markaa kooxdan odayaasha ku keensatay iyo toddobaad kasto saddex kulan la ciyaaray odayaal waayeela macquul maaha markaa Messi mar uu qaxanunay kuwan waa daalnaayeen macna Tata Martino kooxiisa mar guuldare xanuun badan ku dhacdo saddex iyo laba looga badiyay Miami markaa jawiga hadda ay ku jireen baryahan qumanahay waxa la jahwareer hadda dhexda ka galay ka soo laaban doonaan in akalatan markii la fiir saaxiibada qiimaha badan waxa jireen caawa kulamo kala duwan Yurub laga ciyaaray iyo guud ahaan caalamka idil Premier League kala Chelsea waxay la ciyaar doonaan kooxda Newcastle kulan bilaaban doona 11 kaabinimo xilliga Geeska Afrika guul la u baahan yihiin Blues maadaama Borussia Pochettino uu rabo culayska uu iska dejiyo ciyaaraha kale la ciyaaray markii aan fiir la Liga Spain iyo Serie A-dana kulamo kala duwan ayaa jiraan iyo ASEAN Champions League-na waa la ciyaar doonaa hadii aan eegno la Liga Spain oo kale Almeria waxay la ciyaaraysaa kooxda Sevilla kulan bilaaban doona 11 kaabinimo ama 5 saac Lazio uu danaysaa kulankooda waa 14:45 habeenimo xilliga Geeska Afrika in akala tan ee Champions League qaarada Aasiya markii aan fiirna waxa iska hor iman doona Al Nassr iyo Al Ain quarter finalaha ayadoo lugti hore kooxda Al Nassr hal gool ebar looga badiyay CR7 wuxuu leeyahay waa soo kaban doona kulankan 10 kaabinimo ee xilliga Geeska Afrika bilaaban doona Bundesliga Jarmalkana kooxda Bayer Leverkusen horyaalka waa la carabeen kulankii ugu dambeeyay labi ebar waxay kaga badiyeen kooxda Wolfsburg Teller iyo Fallon Fitz ayaa shabaq gaareen Alonso xidigii 19 dibcood ee horyaalka ku hoggaaminayaan waxayna u jawaabeen kooxda Bayern oo sabdigii 8 iyo halkaga badiyeen kooxda Mainz oo 5 markaa Leverkusen toddobaad kastaba gool iska wata hadda horyaalka 6 kulan isku xigtay badiyeen 30 iyo 5 kulan ama 34 kulan oo unbeaten dhamaan tartamada kala duwan kooxda markaa waa on fire taariikh ayaa sameeray waxayna u badantay markii ugu horeysay taariikhan inay ku guuleysan doonaan Bundesliga Jarmalka ayadoo haa horyaalka qadar waxaan islaayay almost waxa ka hartay daba kulan meelahaas ayaa ka hartay saaxiibal guud ahaan barnaamijkan intaas noo eegay marka Ramadaan mubaarak waana kulan dambaad oo Alle idmo assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.